ولكن برضو كابتن احمد حسام ميدو بيقول ايه، نفسي الزمالك يكون زي الاهلي والمكسب القاتل ده مش صدفه. تعالوا نسمعه. بصراحه انا النهارده بحييك كمان على روحك ان انت تشجيعك للنادي الاهلي النهارده وتبنيك للنادي الاهلي. والله بص، البطوله هتبوظ لو الاهلي خرج، وانا بالنسبه لي يعني خلاص الزمالك خرج، وهو ده الناس اللي ما تعرفوش عني. يعني انا زملكاوي متعصب جدا، بس انا فعلا فعلا بحترم مؤسسه الاهلي، وده انا دايما بقوله يا كابتن علي، وان ان ال ان انا عندي غيره كزملكاوي، ان انا نفسي ان الزمالك يبقى منظم زي الاهلي، لان ونفسي حاجات كتيره جدا ان شاء الله باذن الله. الزملكاوي ما يزعلوش من الحته دي، ولكن مش عيب ان انا ابص في حاجه وبحاول احاول ابقى زيها واعرف ايه الغلط، ايه الغلط، المشكله اللي موجوده. هيبقى الزمالك وهيرجع ان شاء الله، وقصه سهله والله يا سيف صدقني، وده اللي انا بقوله. الكره يا كابتن طه في العالم كله سهله مش صعبه، احنا بنعقدها ليه على نفسنا؟ اداره فريق كره قدم واداره منظومه يعني الموضوع مش صعب خالص، يعني قصه سهله. كل قصه ان انت الناس بتشتغل وبتشتغل صح، وبيبقى فيه هدوء وهدوء حوالين الفريق، وهو ده اللي بيعمله الاهلي. خلي بالك، انا عايز اقول لك حاجه، الناس بتستغرب بتقول هو ليه الاهلي بيجيب جوان في اخر دقائق؟ صح؟ ده ايه ده؟ ده متعب على مرة دي. طيب الناس بتستغرب بتقول يا كابتن علي وكابتن، الناس بتقول لك هو الاهلي محظوظ، انا اه كزملكاوي بقول الاهلي محظوظ كده، ببقى عايز ارخم على الناس يعني. ولكن بنستحملك، ولكن احراز اهداف في الدقائق القاتله ليه مدلول، عارف ايه هو؟ روح. لا، غير الروح. انت بتعمل حاجات صح كتيره جدا بتقاد على بعض، فربنا بيكافئك ان انت ان انت بتكسب في الوقت اللي انت محتاج فيه المكافاه. يعني صدقني يعني مكافاه هي المجهود الكتير اللي خطوات حاجات صغيره، خدت خطوات كتيره صح، اشتغلت في حاجات صح، حميت لعيبتك في وقت صح. ما فيش حد فينا الاهلي فيه مشاكل، اه فيه مشاكل، انت خلينا نقول بالبلدي كده ان انت عملت الاصول، عملت الاصول في حاجات معينه، عملت الاصول مع لعيبتك، عملت الاصول مع مدربينك، عملت الاصول مع كذا وكذا وكذا. كل الحاجات دي يا كابتن طه بتتجمع في الاخر، وربنا بيكافئك ان انت في الوقت اللي انت لازم تكسب فيه بتكسب فيه. يعني يا باشمهندس، راي الكابتن احمد حسام دي مكافاه. اولا الراجل قال لك انا ببدا اغيظ الناس واقول الاهلي محظوظ لما بحب ارخم. يعني انا لما جيت اقول لك العنوان خليها لحظة الحقيقه، وكنا بنتكلم ولا هي رخامه، فانت قلت خليها دائما لحظة الحقيقه. انا ما سمعتهاش منه رخم دي، لكن هي ساعات بتبقى رخامه انك انت تجادل في حاجات ظاهره وتروح مسببها اسباب، نادي الدوله، نادي التحكيم، الشعبيه، مش قول اي حاجه غير ان انت غير انك تواجه الحقيقه. لكن هو قال لك لما احب ارخم اقول كده، لكن لما احب اواجه بالحقيقه اتمنى الزمالك يبقى زي الاهلي. وقال بقى انك بتعمل حاجات كتير صح، فبتيجي نتيجتها في لحظه كده. هي طبعا ربنا يكافئك وكل حاجه، لكن هي تؤدي التراكمات البسيطه تؤدي الى نتائج ايجابيه بتجيلك في لحظات الناس بتشوفها يعني فيها شيء من الحظ، لكن هي نتيجة سلسلة من الإجراءات السليمة. وهذا تحليل يعني يحترم، ويا رب الزملكاوي يسمعوه برضه، عشان ما في ناس بتضللهم ومعيشينهم هذا الشعور بالظلم. يا جماعة التاريخي. يا جماعة انتوا لو ركزتوا في تحليل أسباب الإخفاق هتتجاوزوها، هتصلحوها، لكن طول النهار مركز معايا أنا ان انا بالحظ والتحكيم مش منشغل تصلح نفسك.